احيا الدوازي شي كلمه الدوازي شي كلمه كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. اذن لا يسعني في هذه اللحظه هذه الا اشكر الاخوه جميعا والتمس المعذره من الاخوه اللي ما استطاعوش يحضروا سواء لعذر او لسفر. فصراحه هي ساعه ولا لحظه يصعب كما نقول اللسان باش يعبر عليها. هي منذ مجيء الى هذه المدينه هذه اعتبرت نفسي اخا لكم واعتبرتموني اخا لكم واعتبرتكم اخوه لي. فالحمد لله نطلب الله سبحانه وتعالى هذه الاخوه هذه تكون لله وندومها لله سبحانه وتعالى. ما هذه الرياضه الا سبب من الاسباب اللي جعلتنا نتالفوا بيناتنا ونتحابوا بيناتنا. فكنطلب من هذا المنبر الاستمرار في هذه المجموعه وجزيل الشكر. يعني ما يمكن لي الوصف اي لحظه الاخوان كاملين على راسهم بدون زعما سميتو السي بوعزه اللي الحمد لله كان له الفضل لهذه المجموعه هذه وكان له الفضل الحمد لله يضحي بوقته وبصحته وبسميتو على انه الحمد لله شفنا معاه مناظر شفنا معاه تقريبا ازرو كامله والحمد لله. فالوصيه الاخيره والاولى اللي نوصي بها الاخوان هو ان الحمد لله بقاو متاهمين بيناتكم بقاو سميتو تبقى هذه المجموعه وشكرا. ورانا راني انا الحمد لله ماشي فارقت هذه المجموعه بقدر اللي ما فارقتها جسديا، اما الحمد لله العقل باقي ومازال الوليدات هنا ومازال نجيو ان شاء الله. مرحبا بك. مرحبا مرحبا. وكنطلب من الاخوان زعما راه كما تنقولوا احنا في المغاربه يقلدكم الله. الحمد لله اللي جا وتحت له الفرصه سواء يخصص فرصه للزياره ولا جابته قدرات الله انه يسول فيا فمرحبا به وباسرته. شكرا شكرا. وهذا الغنم صحا صحا ماشي نختاسا لنا شي خامي يختاسا فيس اللي العافي تيدو الصهدي كاف جوجينو لا وزور هو الزاريسي كيخف غروج غاسا دا يغير خليني شي بان غرسيخ